بينا نسألو شنو هو الحاجة اللي تقلقك وتغشك من المرأة؟ من المرأة؟ الطفلة صاحبتك. الطفلة كي تبدا تكذب برشا. كذبة هي؟ ليه هي مش كذبة، ساعات تكذب كذبة توقف لي راسي. مثال. مثال باش يقابلها تقولي ليه راني ماشي لدحدح، وهي دحدح مسكرة كورونا. شنو وين تمشي؟ وين تمشي هي؟ بيه تحشم تقول لي يعني راهم درنا ما يخلونيش نخرج، فهمت ولا ايه؟ تكذب لي كذبه من الحيط هذيك. انت اللي قلقك كان الكذبك ها؟ ليه برشا حاجات يحكي، خاصه تبدا طفلة عشيمة. نبدا مثلا مش قابلها ولا موضوع تجيبش تقابلني على الفيسبوك، حاصيله تحكي يدي تقول هذيا مش نورمال، وكي تجي معناها فاس فاس تسكت. اقسم مو بالله تقولش عليها عروسه، معناها الدوكه الدميه هذيك. الحشمه حاجه بيه ولا خايبه؟ والله ساعات بيه وساعات خايب. بيه معناها مع ناس اخرى معينه. ليه؟ علاش؟ هكاك ما نحبهاش حشيمه معاي. كيفاش تحبها هكا؟ نحبها معناها كيف صاحبي مش كيف صاحبتي. مصاحب صاحبك ولا مصاحب صاحبك؟ اي يعني انا بالنسبه لي انا شخصيا انا نحب طفله معناها كي صاحبي من الاخر، نحبها تحكي لي كل شيء ونفلكوا مع بعضنا، فهمني ولا هيك. ها مشينا الدحدح مع بعضنا، مشينا الدحدح مع بعض. اما الحاجه الخايبه فيها لي يا حشيم هذيك هاي باللي بجا ربي، يا بجا ربي من الاخر نحيا الحشمه مع اصحابكم. ولا شنو تقولها تحبها انت؟ هي بتبيع. قداش عندكم مع بعض؟ توي انا وهذي عندي عام وشهر. عام وشهر؟ عام وشهر. اكثر مني. ايه شنو تقول؟ اعطيني مساج قولوا لها ترى. شنو تقول؟ شنو تقول على المساجيات؟ تقام على المساج. والله نحبك برشا ما نحيا الخشم. يهديك. ربي يفضلكم لبعض. عاش.